معكم ياسر الفداوي الاب ديال ريماس الفداوي كتقرا في مستوى الثالث بمؤسسه الريشه. حنا اليوم هنايا جينا بدعوه من طرف المؤسسه من اجل حضور يوم 8 مارس اليوم العالمي للمراه. وبهذه المناسبه كنشكروا الناس الطاقم لا الطاقم الاداري ولا التربوي على المجهودات اللي كينقوموا بها داخل المؤسسه، ونحن جد 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 سعداء بمشاركة ديالنا في هذا الملتقى هذا في هذا الحفل. وكنشكروا المؤسسة بالدور اللي كتقوم به تجاه الأبناء ديالنا من ناحية التعليم والتعلم، وشكرا. السلام عليكم، أنا الأم ديال زياد جوهري وأنس جوهري. جينا اليوم على أساس الحفل اللي دايرها لابليم عيد المرأة، وكنشكروا هاد ليكول بزاف على هاد المبادره اللي دارت لينا، وعلى هاد المبادره اللي عطاتنا في باننا باش نكونوا مع الوليدات ديالنا، وشكرا لابليم. بسم الله، السلام عليكم كاملين. انا جيت اليوم عرضوا عليا الوليدات ديالي عندهم الحفل مع المدرسه لابريم، وعجبنا الحال معاهم الصراحه، كل شيء زوين، الدريرات فرحانين، الدراري فرحانين، ونتمنى ان شاء الله الاحسن ويزيدوا القدام ان شاء الله بهذه الخدمه اللي غاديين بها. ما شاء الله تبارك الله عليهم، كل شيء كتشوف هنا فرحان، الله يبارك، الله يدوز كل شيء بخير. To celebrate the International Women's Day, our school decided to celebrate them by a parade presented by our students, along with some presentations to show how rich our culture is and how talented our students are. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قررت مجموعة مدارس لابلوم ريشة الاحتفاء بالمرأة المغربية، وذلك عبر عرض أزياء مقدم من طرف تلاميذتنا لنعرف بثقافتنا الغنية وكذا لإظهار مواهب تلاميذتنا، وشكرا. السلام عليكم، أنا أم للطفلة أو التلميذة أسيد أميرة اللي كتقرا في مؤسسة ريشة لابلوم، وجيت اليوم كتحتفل بيا الابنه ديالي وفرحانه لانه بمناسبه عيد المراه اليوم 8 مارس، وكتهنئني الابنه ديالي بهذه المناسبه. وكنشكر مديره المؤسسه مدام خديجه فليل اللي دارت هذا الاحتفال، وكان الاحتفال جد رائع، وحنايا سعيدين، وكنهنئوا حتى الاطر التربويه اللي ساهموا في النجاح ديال هذا الاحتفال، وكان رائع. ومجددا كنشكر المديره خديجه فليل على هذا الاحتفال، وشكرا جزيلا جزيلا.